طبعا احنا يعني مجملنا كده بنتوجه للشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي في اكتر من عرض وجه وصدق على ان يكون لاهل بورسعيد النادي المصري هذا الاستاد اللي ان شاء الله ربنا يبارك ونقدر ان احنا كلنا وكلكم بقلبكم وجهدكم ان احنا نطلع بالاستاد. هذا الشعب العريق العظيم انا دايما بطلق على هذه الارض ارض الصمود والتصدي، هذه الارض التي روى دماء ابنائه اثار هذا الوطن، لهم كل تقدير وكل احترام والف مبروك بدايه العمل في الاستاد. تحيات شكر وتقدير ايضا لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اعتماده لتنفيذ هذا الاستاد، بالاضافه الى الجهود التي بذلت من معالي محافظ بورسعيد ومعالي وزير الشباب لوضع هذا الحلم حيز التنفيذ. هو ده ارتباط بورسعيد بالنادي المصري وارتباط وطني بينتقل لارتباط بورسعيد ايضا او ابناء بورسعيد بمصر كلها، يعني هنيئا لبورسعيد والاهل بورسعيد بهذه الهديه من السيد الرئيس. اولا بحيي برنامج بريمو وقناه تن على ان هي بتشارك فرحتنا ببورسعيد، وبحيي على وجه الخصوص اخواتي اسلام صادق واخويا الجميل محمد فاروق، دول اخواتي وحبايبي طبعا. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه على المبادره الجميله اللي اهداها، مش هقول لجماهير النادي المصري قد ما هقول لشعب بورسعيد. شيء طيب وشيء جميل ان يبقى وذكاء من الدوله انها تختار هذا الموقع ويتم تطويره، لانه شهد احداث كثيره منها بطوله العالم 97 للناشئين وبطولات عربيه وافريقيه، مجموعه من ضمن المجموعات كانت بتحصل في مصر. فالنهارده بيستغل الحكومه المصريه المبجله ان هي تختار هذا الموقع الفريد على مستوى العالم، يقع على البحر المتوسط وقناه السويس، استاد النادي المصري.